عليكم. اليوم إن شاء الله عندنا درس الهندسة الفضائية بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي. دونك محاور الدرس بالنسبة لهذا الفيديو إن شاء الله غيكون عندنا غير الجزء الأول من درس الهندسة الفضائية. دونك الجزء الأول غادي يكون فيه حساب مساحة الأشكال المنصدمة مثل المربع والمستطيل والدائرة، وثانيا غيكون المجسمات الفضائية مثل الموشور القائم والهرم والمخروط الدوراني. دونك اول حاجه غادي نحاول نحسبوا مساحه اشكال منصدمه مثل المثلث. دونك هنا عندي ا بي سي مثلث، دونك هذا المثلث غير قائم الزاويه. دونك الا بغيت نحسب ليه المساحه ديالو، دونك خصني ندير مسقط العمودي للنقطه ا على المستقيم بي سي، او ندير مسقط العمودي للنقطه بي على المستقيم ا سي، او ندير المسقط العمودي للنقطه سي على المستقيم ا بي. دونك انا غندير المسقط العمودي للنقطه ا على المستقيم بي سي، دونك اش هي المسقط العمودي للنقطه على المستقيم بي سي. اذا المساحه شنو هي؟ هي القاعده في الارتفاع مقسومه على جوج. بالنسبه للمثلث الثاني عندي ا بي سي مثلث قائم الزاويه في ا، دونك هذه حاله خاصه. دونك انا ما غادي لا مسقط عمودي لا والو، دونك ديجا غتكون عندي ا سي هي القاعده و ا بي هو الارتفاع. دونك هنا المساحه غتكون عندي ا بي فوا ا سي مقسومه على جوج. بالنسبه للمربع، بالنسبه للمربع دونك جميع الاحرف متقايته. دونك مساحه المربع هو الحرف طرف العرض او الحرف اس 2. دونك انا غادير ا بي اس 2. دونك الا كانت عندي ا بي كتساوي 3، دونك المساحه هي 3 اس 2. الا كانت عندي ا دي كتساوي 5، دونك المساحه هي 5 اس 2، لان بالنسبه للمربع جميع الاحرف كتكون متقايته. بالنسبه للمستطيل دونك المساحة هي الطول في العرض، دونك هي ا بي فوا ا دي، دونك هذه هي المساحة. بالنسبة للمعين، المعين المساحة ديالو هي جداء القطري مقسوم على جوج، دونك ا سي فوا بي دي مقسوم على جوج. بالنسبة للدائرة، المساحة ديال الدائرة هي بي فوا ار اس 2، بي كتساوي لنا 3.14، و ار هو الشعاع ديال الدائره. مثال، دونك انا عندي مجموعه من الاشكال غادي نحاول نحسب ليها المساحه ديالها. دونك انا عندي ا بي سي مثلث قائم الزاويه في ا، دونك المساحه قلنا هي القاعده في الارتفاع مقسومه على جوج، دونك هي ا سي فوا ا بي مقسومه على جوج، دونك هي 3.4 مقسومه على جوج، دونك هي 6 سنتيمتر مربع. بالنسبه للمثلث الثاني عندي بي سي ا مثلث قائم الزاويه في بي، دونك القاعده في الارتفاع، دونك المساحه هي بي سي فوا بي ا مقسومه على جوج، دونك هي 5 في 2 مقسومه على جوج، دونك هي 5 سنتيمتر مربع. بالنسبه للمثلث الثالث عندي ا بي سي مثلث قائم الزاويه في ا، دونك المساحه ديالو هي ا سي فوا ا بي مقسومه على جوج، دونك هي 3 في 2 مقسومه على جوج، دونك هي 3 سنتيمتر. بالنسبه للدرس ديال الهندسه فضائيه ديما غيكونوا عندي مثلثات قائم الزاويه، دونك غادي نحاول نخدم كنشد النقطه فين هو قائم، كنضرب هاد الاضلوع ا سي في ا بي ولا بي سي في بي ا او ا بي في ا سي وكنقسم على جوج. بالنسبه للمربع، بالنسبه للمربع قلنا ا بي عندنا ا بي كتساوي 3، دونك المساحه شنو غتكون؟ هي ا بي فوا ا دي، ا دي حتى هي كتساوي لنا 3، دونك هي 3 في 3 هي 9 سنتيمتر مربع. بالنسبه للمستطيل المساحه هي الطول في العرض، دونك غتكون على الشكل الثاني، دونك هي ا بي فوا ا دي، دونك ا بي فوا ا دي هي 2 في 4، دونك هي 8 سنتيمتر. بالنسبه للدائره المساحه كيف قلنا هي بي فوا ار اس 2، ار هو شعاع، دونك بي تقريبا قيمه تقريبيه هي 3.14 في 3 اس 2، لان الشعاع كيساوي عندنا 3، دونك هي 28.26 سنتيمتر مربع. دونك هذا بالنسبه للمساحات، وهاد المساحات غادي نحتاجهم كلهم ان شاء الله باش نحسبوا الاحجام ديال سوا الهرم ولا ديال المخروط الدوراني ولا ديال المنشور القائم. المجسمات الفضائيه، دونك اول حاجه غادي نبدا بالمنشور القائم. كتعريف، المنشور القائم هو مجسم يتشكل من قاعدتين متوازيتين، دونك هذا عندي منشور قائم. دونك القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، دونك هما قاعدتين متوازيتين وقابلتان للتطابق، دونك هاد القاعدة وهاد القاعدة إلا نزلناهم دونك هما غينطابقو مع بعضياتهم، وله أحرف جانبية متقايسة،
احرف شنو هما هادو؟ هاد الاحرف هادو هما هادو، هادو احرف جانبيه متقايسه، وكل منها يعتبر ارتفاع في المنشور القائم. دونك هادو كلهم ارتفاع وكيكونوا متقايسين، وله اوجه جانبيه على شكل مستطيلات. دونك هاد الاوجه الجانبيه هما هادو، دونك هما كنلاحظوا كلهم عباره عن مستطيلات، وهو انواع منها. دونك عندي مجموعه من الانواع ديال المنشور القائم. عندي المنشور القائم الذي قاعدته عبارة عن مثلث، وعندي المنشور القائم قاعدته عبارة عن مستطيل، وعندي المنشور القائم قاعدته عبارة عن مربع، وعندي المنشور القائم قاعدته مضلع خماسي أو سداسي إلى آخره. دونك هادو كلهم كيتسموا منشور قائم. الاختلاف اللي كاين بيناتهم كيكون في القاعدة، سواء كيكون عند القاعدة عبارة عن مثلث أو عبارة عن مربع أو عبارة عن مستطيل. دونك حنا في هذا الدرس غنبقاو خدامين غير بهاد ثلاثة ديال الأشكال، هما اللي غنبقاو خدامين بهم في أغلب ديال التمارين. دونك هنا تمرين تطبيقي أو كمثال. دونك ماذا تمثل الأشكال التالية؟ لماذا رسمت بعض الأحرف بخطوط متقطعة؟ ما هو شكل قاعدة كل شكل؟ دونك هاد الأشكال كلها تمثل هذه المجسمات المختلفة أشكال منشور قائم. دونك أحرف بالخطوط المتقطعة تمثل الأحرف الغير مرئية، دونك هادو ما كيبانوش لينا إلا كان المجسم قدامنا. دونك باش نبينو بأن كاين واحد الأحرف أخرى كنديرو خطوط متقطعة. دونك بالنسبة للقاعدة، دونك هذه قاعدة خماسية، هنا القاعدة عبارة عن مثلث، هذه القاعدة، هنا قاعدة عبارة عن مربع، وهنا قاعدة عبارة عن مستطيل. دونك هنا غنهضرو دابا على حجم المنشور القائم. حجم المنشور القائم هو الحيز الذي يشغله هذا المجسم في الفضاء، ونرمز له بالرمز V. ولحساب حجم أي منشور قائم نضرب مساحة قاعدته في الارتفاع، حيث القاعدة قد تكون عبارة عن مثلث أو مربع أو مستطيل. دونك المساحة باش نحسب المنشور القائم هي العلاقة عندنا V كتساوي اس بي فوا اش. اس بي شنو هي؟ هي سيرفاس دو باز، دونك مساحة القاعدة مضروبة فاش؟ في الارتفاع. دونك هنا بعض المجسمات غادي نحاولوا نحسبوا ليهم الحجم ديالهم. دونك متوازي المستطيلات، دونك هذا القاعدة ديالو عبارة عن مستطيل، دونك الحجم ديالو شنو كيساوي لنا؟ دونك هي في اس بي فوا اش، هذه مساحة القاعدة مضروبة فاش؟ في الارتفاع. دونك هذا القاعدة ديالو عبارة عن مستطيل، دونك المساحة ديال المستطيل هي الطول في العرض. دونك اس بي شنو كتساوي لنا؟ هي ال فوا اي، طول في العرض. دونك الحجم شنو هو؟ هي ال فوا اي فوا اش. دونك هذا هو حجم متوازي المستطيلات. المكعب عنده جميع الأحرف متقايسة، دونك حتى هو منشور قائم. دونك العلاقة هي اس بي فوا اش. اس بي شنو هي؟ هي الدي فوا الدي، قاعدة في الطول في العرض، و اش راه هي حتى هي الدي. دونك الحجم شنو غيكون عندي؟ هو دي فوا دي فوا دي، دونك هي دي اس 3. منشور قائم قاعدته مثلث قائم الزاوية، دونك عندي مثلث او اف جي قائم الزاوية في اف. دونك هذا المثلث غنحسب له المساحة ديالو. دونك عندي العلاقة هي في كتساوي اس بي فوا اش. دونك هذه الحجم ديال من ديال المنشور القائم. اس بي هي مساحة القاعدة، دونك القاعدة ديال هذا المنشور القائم هو هذا المثلث، وهذا المثلث ديجا عندي قائم الزاوية فين؟ في اف. دونك المساحة ديالو شنو هي؟ هي ال فوا اي مقسومة على جوج. دونك الحجم ديال المنشور القائم هي ال فوا اي على جوج مضروبة في اش. أمثلة. دونك عندي هاد المنشور القائم، القاعدة ديالو عبارة عن مثلث قائم الزاوية، دونك الحجم ديالو شنو هو؟ دونك بي فوا اش، دونك مساحة القاعدة في الارتفاع. دونك القاعدة عبارة عن مثلث، دونك هي 5 في 3 مقسومة على جوج، هي 5 في 3 مقسومة على جوج مضروبة فاش؟ في 4، 4 اللي هو اش الارتفاع. دونك هاد الضلع هذا راه كيساوي هاد الضلع كيساوي هاد الضلع، كلهم كيساويين 4. دونك الحجم شحال؟ هو 30 سنتيمتر كوب. عندي منشور قائم تاني، دونك هنا عندي متوازي المستطيلات. دونك القاعدة عندنا هي هادي عبارة عن مستطيل، دونك في شناهي هي؟ هي 3 في 10، 3 في 10 مساحة القاعدة مضروبة في 3 اللي هو الارتفاع، دونك هي 90 سنتيمتر كوب. عندي هاد المكعب هنا،
دونك عندي القاعدة ديالو عبارة عن مربع، دونك 5 في 5 مضروبة في اش في 5، دونك هذه هي 5 في 5 هي مساحة القاعدة مضروبة في اش في الارتفاع، دونك هي 125 سنتيمتر كيوب. المجسم الفضائي الهرم، دونك كتعريف شنو هو الهرم؟ الهرم هو مجسم له رأس وقاعدة على شكل مضلع وأوجه جانبية على شكل مثلثات. بالنسبة للمشهور القائم الأوجه الجانبية عبارة عن مستطيلات، وبالنسبة للهرم الأوجه الجانبية عبارة عن مثلثات. هادو هما الأوجه الجانبية، دونك هذا أوجه جانبية عبارة عن مثلثات. هرم منتظم الشكل هو هرم ذو قاعدة منتظمة، أي على شكل مثلث أو مربع مستطيل. دونك القاعدة ديالو تاهو بحال المشهور القائم، سواء كتكون القاعدة عبارة عن مثلث أو مربع أو مستطيل، كيف عندنا في جوج الأشكال هنا. بالنسبة لحجم الهرم مختلف شوية، دونك في كيساوي 1/3 في مساحة القاعدة في الارتفاع. بالنسبة للمشهور القائم عندي مساحة القاعدة في الارتفاع، ولكن بالنسبة للهرم عندي 1/3 في مساحة القاعدة في الارتفاع. ردوا البال معايا شوية هنا، هنا عندي عبارة عن أمثلة. دونك عندي اس ا بي سي بهذا الشكل، هذا اس ا بي سي رباعي الأوجه ارتفاعه اس ا، دونك الارتفاع ديالو شنو هو؟ هو اس انا، وقاعدته مثلث ا بي سي متساوي الساقين وقائم الزاوية في ا. دونك هذا المثلث واخا ما كيبانش لكم هنا قائم الزاوية، ولكن هو حيت في الفضاء، دونك إلا دورنا عندنا في الوجه غيبان لنا بأن مثلث قائم الزاوية، بحيث اس ا كيساوي 6 و ا بي و ا سي كيساوي 4. السؤال احسب حجم الهرم، دونك هو هرم، دونك العلاقة ديالو هي في كتساوي 1/3 اس بي فوا اش. دونك أول حاجة خصنا نحسب اس بي، اس بي شناهي؟ هي مساحة القاعدة، القاعدة ديالو عبارة عن مثلث، دونك هنا اس بي شنو كتساوي؟ هي ا بي فوا ا سي، ا بي فوا ا سي مقسومة على جوج، دونك مساحة المثلث، دونك شحال كتساوي لنا؟ هي 8. والارتفاع شنو هو؟ هو اس ا، و اس ا شحال كتساوي لنا؟ 6 سنتيمتر. دونك الحجم شنو هو؟ دونك هي 1/3 مضروبة في 8 مضروبة في 6، دونك الحجم ديال هاد الهرم شنو هو؟ هو 6 سنتيمتر كيوب. المثال الثاني تو بنفس الطريقة، يمثل الشكل جانبه هرم رأسه اس وقاعدته المربع ا بي سي دي وارتفاعه اس ا، دونك هذا هو الارتفاع، بحيث ا بي كتساوي 6 و اس ا كتساوي 8. دونك احسب حجم الهرم، دونك هاد الهرم القاعدة ديالو عبارة عن مربع، دونك عندي ا بي كتساوي 6، دونك جميع الاحرف كيساوي لنا هنا 6. سؤال احسب حجم الهرم، دونك بما ان هو هرم القاعده ديالو هي بي 1/3 اس بي في اش، دونك اول حاجه خصني نحسب اس بي. اس بي شنو هي؟ مساحه القاعده، والقاعده عندي عباره عن مربع، دونك اس هي ا بي فوا ا بي، دونك هي 6 في 6 كتساوي 36، و اش هو اس ا هو الارتفاع شحال كيساوي لنا؟ 8. دونك الحجم شنو هو؟ 1/3 في 36 في 8، دونك الحجم هو 96 سنتيمتر كيوب. المجسم الفضائي المخروط الدوراني، كتعريف المخروط الدوراني هو مجسم له رأس وقاعدة على شكل دائرة. دونك المخروط الدوراني بحاله بحال الهرم، ولكن غير القاعدة ديالو ده عبارة عن دائرة. دونك الحجم ديالو حتى هو غنحسبو بنفس الطريقة، دونك في كيساوي 1/3 في اس في اش. اس هي مساحة القاعدة، والقاعدة عندي عبارة عن دائرة، وشنو هي مساحة الدائرة؟ هي بي فوا ار، دونك اش هو الارتفاع عندنا هذا هنا، مساحة قاعدة المخروط الدوريني هو القاعدة عبارة عن دائرة، ومساحة الدائرة هي بي فوا ار أس 2، في دونك هو الحجم ديال المخروط الدوراني. مثال حجم المخروط الدوراني، دونك شعاع ديالو عنده كيساوي جوج، والارتفاع كيساوي عنده 4، دونك الحجم ديالو شنو هو؟ دونك العلاقة ديالو بحال العلاقة ديال الهرم، دونك 1/3 في اس بي في اش، دونك الاختلاف كيكون عندي في مساحة القاعدة، القاعدة أنا عندي عبارة عن دائرة. دونك أول حاجة غادي نحسب في هي 1/3 في بي في ار، دونك مساحة القاعدة في الارتفاع، دونك هي 1/3 في بي كتساوي 3.14. الشعاع كيساوي عندنا جوج، دونك هي جوج أس 6 مضروبة في 4، الشعاع الارتفاع كيساوي عندنا 4، دونك الحجم هو 16.75 سنتيمتر. كتلخيص للفقرة الأولى من درس الهندسة الفضائية، دونك غادي نحاول نحسب الحجم ديال الهرم ديال المخروط الدوراني وديال المنشور القائم. دونك بالنسبة للهرم اللي عندنا هنا هو القاعدة ديالو عبارة عن مستطيل، دونك الحجم العلاقة عندنا هي في كتساوي 1/3 في اس بي في اش،
دونك اس بي هي مساحة القاعدة، دونك القاعدة عبارة عن مستطيل، دونك هي 1 × 3 سبعة في ثلاثة، دونك هي مساحة المستطيل قاعدة الهرم مضروبة في 4 اللي هو الارتفاع، دونك لقينا الحجم كيساوي 28 سنتيمتر كيوب. بالنسبة للمخروط الدوراني، دونك عندي الارتفاع هو 8 والشعاع هو 3، دونك العلاقة عندنا في كتساوي 1/3 في مساحة القاعدة في الارتفاع. دونك القاعدة عبارة عن دائرة، دونك بي فوا 3 أس 2 مضروبة في 8 اللي هو الارتفاع، دونك الحجم كيساوي 75 سنتيمتر كيوب. بالنسبة للمشور القائم عندي العلاقة هي اس بي فوا اش، دونك ما عنديش 1/3، 1/3 عندي بالنسبة للمخروط الدوراني، وعندي بالنسبة الهرم. بالنسبة للمشور القائم الفي كتساوي اس بي فوا اش، دونك مساحة القاعدة، القاعدة عبارة عن مستطيل ما، دونك هي 6 × 8، 6 × 8 مساحة القاعدة مضروبة في 3 اللي هو الارتفاع، دونك الحجم هو 144 سنتيمتر كيوب. نتمنى يكون الفقرة الأولى من الدرس واضحة. طبيعة الحال اللي عنده شي سؤال ممكن يطرحه عليا أنا، سواء في لي كومونتير سواء في الواتساب. الجزء الثاني إن شاء الله غادي يكون نهار الخميس. نتمنى تكونوا استفدتوا. يلا نخليكم دابا وتهلاو فروسكم.